اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية اليوم مع أخيه معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين، وبحضور معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في ظل الاهتمام والحرص الدائم على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي تطلعات وطموحات البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين في كل المجالات، متمنيا معاليه لسلطنة عمان الشقيقة كل التوفيق خلال رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه عرب معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين، مؤكدا قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة وما يجمعهما من أواصر المحبة ووشائج القربة، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والازدهار. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وكان معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله قد وصل مملكة البحرين صباح اليوم بمعية معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة في مقدمة مستقبليهما.